أهلا بكم مجددا. تعهدت غرفة القيادة الموحدة عزم بتنفيذ قرار اللجنة القضائية الخاص بعزل قائد فصيل سليمان شاه أبو عمشة وخمسة قياديين آخرين بعد إثبات التهم ضدهم. القرار جاء بعد إصدار اللجنة القضائية المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها المكلفة بالنظر في شكاوى المدنيين وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل فصيل السلطان سليمان شاه. الآن هبطت الطائرة المروحية في مطار الشيخ حديد الدولي والحمد لله نزل بالسلامة. صدر الحكم بانتظار تنفيذه. اللجنة القضائية التي شكلت قبل أشهر للتحقيق بانتهاكات فصيل سليمان شاه بريف حلب خرجت أخيرا لتقرر الآتي: عزل قائد الفصيل محمد الجاسم المعروف باسم أبو عمشة من منصبه بالإضافة إلى خمسة قياديين في الفصيل بعد إثبات التهم الموجهة لهم، وهم ممن حولوا ناحية الشيخ حديد إلى جمهورية بحد ذاتها كما يسخر البعض في توصيف الحالة التي وصلتها المنطقة. اللجنة القضائية قالت إنها نظرت لما وصفتها بالمظالم والتجاوزات الواقعة من قبل بعض قادة الفصيل، حيث بذلت كل الجهود المتاحة للاستماع إلى ما أمكن من الشكاوى والدعاوى ومطالعة البينات والأدلة مع كثرة العراقيل التي وضعت أمامها عبر التهديد والوعيد الذي مورس على كثير من الشهود، حتى امتنع البعض منهم عن الإدلاء بشهادته ودفع آخرين للتراجع. وأمام هذا الواقع ونصرة للثورة بحسب اللجنة، فقد قررت ما أعلنت مع الحرص على عزله من جميع مهامه وعدم تسليمه شيئا من مناصب الثورة لاحقا وفق وصفها، حتى يتم تجنيب المنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة. من هذا الصرح العظيم من صروح الثورة السورية المباركة. اللجنة لم تستبعد لجوء عناصر الفصيل للقوة العسكرية للاعتراض على القرار، لذلك دعت أصحاب النفوذ على الأرض للتحرك ومنع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح، موصية الجميع بحقن الدماء وحفظ الأنفس. انتهى البيان. لتبدأ بعدها الأسئلة: كيف سيطبق القرار ومن سينفذه في الجيش الوطني الذي لا يبدو منسجما بين العديد من فصائله التي يتشكل منها؟ ينتظر الجميع الأيام المقبلة. حول هذا الموضوع أرحب مجددا بالباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي معنا من غازي عنتاب، كذلك أرحب بهشام سكيف من مكتب العلاقة العامة في الفيلق الثالث من غازي عنتاب. هشام سكيف، هل أنت معنا؟ نعم. إذا سأبدأ معك مباشرة عبد الوهاب عاصي. لن أسألك ماذا بعد إدانة أبو عمشة، أم أنه هل عزل أم سيعزل ويحاكم، ولكن ما هي التهم الموجهة إلى أبو عمشة وخمسة قياديين آخرين، وهل صحيح أن الانتهاكات تجاوزت 200 صفحة؟ أهلا بكم. يعني الدعاوى تجاوزت 200 صفحة، هناك الكثير من الدعاوى ضد أبو عمشة وإخوته أو قيادة فرقة سلطان سليمان شاه، لكن ما أثبت أو ما تم الحديث عن إثباته أعتقد هي من قضايا يعني قليلة، لكنها تستدعي أو استدعت كما ذكرت يعني أو يعني كما يمكن أن تطبيقه على نص البيان، استدعت في النهاية إلى اتخاذ قرار عزله. ما هي القضايا أو من بين الدعاوى التي تم توجيهه إليه؟ السرقة، سرقة الأموال، الاعتداء على الأهالي، الأتاوات، التعذيب وما إلى ذلك، التعذيب في السجون واعتقال بدون جرم للكثير من من المدنيين وما إلى ذلك. هذه من ضمن الدعاوى التي وجهت إلى الفصيل وقيادة الفصيل، وكما ذكرت هي يعني صفحات عديدة بحثت في كل هذه القضايا تم البحث بها من قبل اللجنة. المهم النقطة وهي ذات الأهمية باعتقادي أن القرار غير مسبوق، من ناحية أن اللجنة المخولة أو اللجنة المفوضة هي لجنة مدنية ليست لجنة قضائية ولا لجنة عسكرية، لجنة مدنية. يعني عند هذه النقطة كان لدى البعض مدنية على فصائل عسكرية. يعني عند هذه النقطة أن اللجنة مدنية وليست قضائية كان لدى البعض تشكيك بنوايا هذه اللجنة. سنعود للحديث عن هذه النقطة، ولكن عاد إلينا من مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث هشام سكيف من غازي عنتاب. سيد هشام مرحبا بك. للتوضيح فقط قبل الخوض في التفاصيل، هل سيتم محاكمة أبو عمشة أم فقط عزله؟
أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. طبعا اللجنة قضت بعد تحقيق كما ورد في بيانها وأصدرت حكمها بعزل هذا القيادي. طبعا هذا الأمر خاص بغرفة عزل لأن اللجنة أصلا انبثقت عن غرفة عزل والتي يتضمنها فرقة السلطان سليمان شاه. يعني لا دور للقضاء داخلية. لا المشكلة ليست المشكلة في القضاء، لا القضاء الدور الأكبر بل الأساسي والوحيد. إنما ما أردت قوله أن هذه اللجنة هي لجنة تحقيق داخلي ضمن غرفة عزم، انبثقت عن غرفة عزم هذه اللجنة وأصدرت قرارها لمن كلفها. إذن المكلف الآن بتنفيذ هذا القرار هو غرفة عزم. أما دور القضاء من عمره هو دور أساسي، ولكن هذه الحالة الخاصة نتيجة لأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام احتاجت نعم أسمعك جيدا. احتاجت لتدخل لجنة داخلية من داخل عزم لاحتواء الموقف. إذا اللجنة هي من عزم، هي داخلية من عزم، أصدرت قرارا سيتنفذه غرفة عزم للقضاء العسكري احترامنا الكامل له وقدسية القضاء محفوظة، ولكن يعني هذه اللجنة هي لجنة داخلية خاصة بعزم. إذن سيتم عزله فقط مبدئيا عزل. سيتم عزل أبو عمشة فقط من قبل لجنة التحقيق الداخلية. نعم هذا 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 قرار الداخلي لعزم. إذا ارتأت عزم في حالة الأوراق بكل ما فيها إلى القضاء هذا أمر سيكون له تبعات أخرى، يعني قرار آخر. لكن اللجنة الداخلية وستنفذها عزم. طبعا هذا الأمر يعني متعارف عليه ضمن أي تكتل، هناك حالة تحكيمية معينة ضمن حالة احتكام للجان داخلية لا أكثر ولا أقل. عبد الوهاب، هناك من يشكك بنوايا هذه اللجنة، يقول هشام سكيف إنها لجنة داخلية لا علاقة لها بالقضاء، وقلت لنا إنها لجنة مدنية. لماذا هناك من يشكك بنواياها ويعتبر أن هذه الملاحقة لأبو عمشة لا تأتي سوى في إطار تصفية الحسابات، صراع النفوذ، اختلاف اللصوص على السرقة؟ هذا ما يقوله السوريون. يعني أنا حقيقة أختلف مع الأستاذ هشام، وإن كان ربما أعلم بالتفاصيل والمعلومات، لكن أنا أتحدث عن الدور والمهام التي أو الدورة والمهام التي قامت بها اللجنة. هو يقول أو يوصف اللجنة على أنها لجنة عسكرية، يعني لجنة ليست منبثقة عن القضاء العسكري إنما مفوضة من قبل غرفة قيادة الموحد عزم، مع أن اللجنة الثلاثية تم الموافقة عليها من الطرفين، أي من فرقة سلطان سليمان شاه ومن قيادة غرفة عزم، وموافقة عليها بتفويضها على المهام التي والاختصاصات التي تم منحها إياها. أما اللجنة كعمل كانت تعمل في إطار مدني لم تتدخل فيها قيادة عزم. هل هذا يعني أن القرار الذي خرجت به اللجنة كان يعني ملزما فقط لعزم؟ لا أعتقد ذلك يعني حقيقة، وإلا يفترض كان أن لا تخرج اللجنة ببيانها يعني بشكل مستقل، إنما كان يفترض لو فعلا كانت لجنة عسكرية أن يخرج من ضمن غرفة قيادة الموحدة عزم، و يعني تأخذ على عاتقها تنفيذ القرار لأنه جزء من مهامها. هذا ما يفهم حقيقة من السياق الذي تم فيه عمل اللجنة، والسياق الذي أنشئت فيه اللجنة، والسياق الذي خرجت به القرارات النهائية للجنة، ومن ثم ما عقبت به عزم بتكفلها بتنفيذ ما جاء في قرار اللجنة. الآن هل الخلاف حقيقة
هذا الخلاف يقود إلى التشكيك بعمل لجنة، لا أعتقد ذلك. على العكس، القرار هو غير مسبوق، هذه الحالة الأساسية، ليس تحكيما داخليا، وإلا فعلا كان يمكن الحديث على أنه تصفية حسابات. تصفية حسابات كما يذكر البعض، إذا كانت فعلا هي لجنة داخلية فهي عملية تصفية حسابات بين قيادة عزم وبين فرقة السلطة. هي لجنة داخلية كما يقول كان بينه خلافات سابقة. لا سيد هشام سكيف يقول إنها لجنة داخلية. لا أتفق مع ذلك. طيب سيد هشام، أعود إليك. لا أتفق مع ذلك، وإلا فعلا نعم، وإلا لا أتفق مع ذلك، وإلا فعلا كانت حديث ما يتم الحديث عنه عن التشكيك بنوايا اللجنة معناها أنها صحيحة، لا أتصور ذلك. طيب. وإنما الأشخاص، حتى الأشخاص المخولين في هذه اللجنة، هم ليسوا من عزم. سيد هشام، ربما ما يدعو البعض للتشكيك حقيقة هو أن هناك الكثير ممن يشبه أبو عمشة في صفوف الجيش الوطني، لماذا لم تفتح ملفاتهم؟ لماذا أبو عمشة بالتحديد؟ طبعا لدي تعقيب على ما يقول الزميل عبد الوهاب، قصدت في اللجنة الداخلية أنها لجنة خاصة وحيادية داخل عزم، وليس هناك طرفين، ليس هناك اتفاق بين عزم وفرقة سلطان سليمان شاه، إنما هما طرف واحد، هما الاثنان منضمين تحت غرفة القيادة الموحدة عزم. إذن ليس هناك طرفين، هناك شكاوى وردت ارتأت عزم تشكيل لجنة تحكيم لكي تفصل في هذه الأمور. هي لجنة مستقلة حيادية. هل سيتم فتح ملفات آخرين ارتكبوا الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق المعارضة سيد هشام؟ أم هذا تابع للقضاء العسكري. نحن نتحدث الآن عن قضية رفعت ضمن غرفة عمليات عزم، وتأت ضمن هذا السياق أن تتشكل هذه اللجنة المستقلة داخل غرفة قيادة عزم، واليوم رأينا تبني قيادة عزم لهذا القرار. إذن نحن لسنا أمام طرفين، بل سيد هشام. هشام سأذهب إلى عبد الوهاب عاصي. عبد الوهاب، ربما سؤال أهم، كيف ستكون آلية التنفيذ؟ وهل فصائل الجيش الوطني جميعهم على توافق في ضرورة ملاحقة أبو عمشة، أم أن هناك انقسام؟ لأنه اليوم في تخوف من ما يقولونه عن إراقة الدماء في الشمال السوري. يعني ما ذكرته منذ قليل على أن اللجنة قرارها غير مسبوق، وحتى تشكيلها لاعتبار أنها لجنة مدنية، لأنه فعلا يؤسس إلى قرارات وإجراءات مماثلة لاحقا على فصائل أيضا بالنسبة للسوريين ترتكب انتهاكات كبيرة وغير يعني مقبولة إطلاقا، لا يمكن تحملها من قبل السكان أو الأهالي في ريف حلب الشمالي أو في عموم ريف حلب. لذلك ما ذكرته أن اللجنة غير مسبوقة، ستؤسس فعلا ربما ليس ربما، ستؤسس حقيقة أنها ستؤسس لقضايا، فتح قضايا مماثلة بحق فصائل أخرى. نحن نتحدث عن لجنة مدنية تصدر قرارا بضرورة وعزل، ليس ضرورة، تصدر قرارا بعزل قيادة فصيل عسكري، هذا ليس مسبوق منذ 10 سنوات. كيف ستكون آلية ذلك عبد الوهاب برأيك؟ آلية التنفيذ، لاحظ العبارة في البيان، البيان ذكر عزل ولم يذكر محاسبة. يعني أعتقد أن اللجنة مدركة لصعوبة تنفيذ يعني محاسبة هذا القيادة هذا الفصيل، وهي تلجأ إلى الخطى المتلاحقة. خطوة الأولى تأسيس لهذه الحالة، حالة الرقابة على الفصائل، حالة إجبار الفصائل على تقليص حجم الانتهاكات وصولا إلى إنهاء هذه الانتهاكات، ومن ثم العمل على المحاسبة. أعتقد أن البدء في محاسبة كل الفصائل، وهو السؤال الذي وجهته منذ قليل أيضا، لماذا لا يتم محاسبة كل الفصائل؟ هذا حقيقة هذه مشكلة، لا أعتقد أن هناك أحدا قادرا على محاسبة الجميع أو حتى فتح ملفات جميع الفصائل، وإلا فعلا لا عاد الاقتتال بين الفصائل ودخلت المنطقة بحالة فوضى كبيرة جدا. هل هذا يعني أن الجميع يعني أنه لا توجد هناك رغبة لملاحقة
العقد ومحاسبة الجميع. نعم توجد هناك رغبة، حقيقة توجد هناك رغبة، ويوجد حاجة أصلا ملحة لمكافحة الفساد وملاحقة الانتهاكات وإنهائها ومحاسبة من يرتكبون هذه الانتهاكات، لكن من الواضح أن الآلية التي تم اتخاذها هي التأسيس لحالة جديدة، وهي حالة الرقابة على الانتهاكات، تقليص حجم الانتهاكات وصولا لعملية إصلاح، الانطلاق إلى الإصلاح، هي مرحلة للانطلاق نحو الإصلاح. سيد هشام، ماذا عن حقوق الأهالي؟ كيف سيستردونها؟ طبعا اليوم غرفة عمليات عزل صدرت هذا البيان الذي تبنت فيه تقرير اللجنة، وهي سوف تضع ملفا تنفيذيا تطلع من خلاله لتنفيذ ما ورد من قرارات اللجنة، ومن ضمنها إعادة حقوق للأهالي. نأمل أن يكون الأمور تسير باتجاه القضاء والهدوء وتفهم المصلحة العامة، ونأمل أن لا يكون هناك أي عرقلة لتنفيذ هذه القرارات، وخاصة فيما يخص إعادة حقوق الناس، لأننا خرجنا في ثورة تحفظ حقوق الناس وصونا لكرامة الناس وزودا عن كرامة الناس. فإذا على العقلاء وعلى جميع العقلاء أن يتنبهوا أن المسألة ليست متعلقة الآن بأسماء، بل هي متعلقة بأن هناك ارتهاكات ارتكبت ضد أناس تم تثبيت هذا الأمر. اللجنة تبنت، طبعا غرفة عمليات عزل تبنت قرار اللجنة، وبالتالي هي من ستضع ملفا تنفيذيا مناسبا وملائما لإعادة الحقوق لأصحابها، وهو البند أعتقد الأهم على رأس أولويات الغرفة، لأننا أمام حقوق الناس، كلنا مسؤولون، لأننا خرجنا في هذه الثورة ولدينا مبادئ ولدينا الكرامة والحرية وصون ممتلكات الناس. إذن متى كل هذا الكلام، متى أستاذ هشام، متى ستسترد الناس حقوقها، ومتى سيتم عزل أبو عمشة؟ هل تتوقعون أي ردة فعل باختصار لو سمحت، لأن الوقت داهمنا؟ طبعا الزمن ابتداء من تبني غرفة عمليات عزل هذا القرار بدأ التنفيذ، الآليات وكيفية التنفيذ تخضع لأمور ترتئيها القيادة. طبعا أعيد وأذكر أن فرقة السلطان مراد هي فرقة تيمانشا هي ضمن مكونات عزم، أي أن الأمر ضمن غرفة قيادة عزم محتوم، وهم متوافقون على أن كل ما يصدر عن هذه الغرفة سيتم التوافق عليه وتنفيذه سلف قبل الدخول إلى هذه الغرفة. شكرا. أي نحن لسنا أمام طرفين، بل هناك مكون ضمن غرفة عمليات عزل، وهناك قرار ضمن هذه السياقات، وهذه اللجنة مشكورة صدرت قرارها، والآن العبء على غرفة قيادة عزل لتنفيذ هذا القرار. شكرا لك. من مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث هشام سكيف، كنت معنا من غازي عنتاب. أشكر كذلك الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي، كان معنا من غازي عنتاب. شكرا لك عبد الوهاب. مشاهدينا في المحور الأخير موضوع آخر، ابقوا معنا.